ايدك بقى على المعلومه. معلومه؟ معلومه ايه؟ انت هتستعبط، انا كان ممكن اخلي السواق يوصلني ويرجعني، بس لولا انك اتحايلت عليا ما رضيتش ابوظ لك النظام. قصدك ايه يا طوح؟ انت فاكرني نايمه في العسل يا ابني ولا تلميذ؟ ست فرح جوليت بتاعتك اللي ما بتنامكش الليل. ايدك بقى على 300 جنيه احسن ابوك وامك منشفينها معايا موت، ما لهمش حاجه غير ذكري ذكري. 300 جنيه ده ايه؟ اجيبهم لك منين انا؟ على راي المثل حرس القط مفتاح الجرار، يعني هو مصنع السيد الوالد، مين اللي ماسك الخزنه بتاعته؟ مش انت؟ حد بيعد وراك اللي داخل واللي خارج؟ ماشي يا توحه، وزدتك اللي انت عايزاه ومن جيبي. تبقى عملت دقه جدعانه وما رضيتلك. خلاص يبقى تردها لي الليل. ازاي؟ اقول لك. الله، ايه الجمال ده كله؟ فستانك يجنن يا فرح. معقول يا فرح مامتك شاطره قوي كده في التفصيل؟ ده ولا شغل الجاهز اللي يشوف يقول عليه تمنه قد كده. شفتي يا مشيره جابت لي ايه كمان في عيد ميلادي؟ مبروك عليك يا حبيبتي. على فكره انا هبقى افصل فستان زي ده عشان اعمل بيه دور جولييت على المسرح. وبيخدي بقى معاكي الموبايل عشان تبقي تكلمي رامي على التليفون. ما قلتليش يا فرح عملتي ايه في الدرس الخصوصي بتاع الفيزياء؟ صحيح يا فرح، احنا ما صدقنا ان استاذ الفيزياء وافق انه يضمك للدرس بعد الدراسه ما ابتدت. انا بصراحه نسيت اقول لماما، لكن ان شاء الله هبقى معاكم من الحصه الجايه. بس ما تتاخريش عن كده، لان الاستاذ ممكن يجيب حد تاني مكانك. انت عارفه ان عنده طابور حجز كبير قوي. ان شاء الله. تعملوا ايه عندكم يا بنات؟ ايش ايش ايه الفستان الحلو اللي انت لابساه ده؟ هياكل منك حته. ميرسي يا توحه. بس تعرفي انه ناقصه حاجه؟ ناقصه ايه؟ يعني شويه كوليهات على خواتم على اكسسوارات عشان تنوري كده وتلعلعي. بالعكس يا توحه، الفستان من حلاوته مش ناقصه حاجه، وبعدين البساطه هي الجمال، الحكايه مش بالذهب والمجوهرات. وجهه نظر برضو، ولو اني مش مقتنعه بيها. يلا بقى يا فرح عشان نطفي الشمع، عشان في ناس مستنياكي وعايزه تسلم عليكي. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يخليها لك يا فاف. يا رب يا حبيبتي. سلامة طيبة فرح. انت طيب يا سلامة. مرسي. مستعجل ليه؟ مش تستنى اما نطفي الشمع؟ اصبر. انت اصلك مش فاهمة، من الصبح وسلامة قاعد يعدل في البدلة ويسبسب في شعره، تقوليش عريس وليلة فرحه النهاردة؟ كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. متشكرة يا خالتي ومرسي، ربنا يخليك. احنا كبرنا وحلونا قوي، لولا ان طارق صغير شويه كنت حشتك ليه وما خلتكيش تروح لحد غريب ابدا. ما تيلا يا جماعه عشان نطفي الشمع. هابي بيرثداي تو يو، سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه يا فرح، سنه حلوه يا جميل. يلا حالا بلا ملل حيوا الفصل، هيكون عيد ميلاد الليله اسعد الاعياد، فرح يا ابو الفصل. افتحي دي بقى وقولي لنا ايه رايك. يا رب تعجبك. بقول لك ايه، احنا جبنا لك الموبايل بس الخط عليك. طبعا انت بتتكلمي فيه. ميرسي قوي يا ريم. كل سنه وانت طيبه يا حبيبي. بالي سنه يا حبيبي. كل سنه وانت طيبه يا فندم. على الله ذوقي عجبك. ميرسي يا توحه. لا ده لازم البسها لك بنفسي واشوفها في ايدك كمان. ها ايه رايك يا طنط؟ تجنن مش كده؟ حلوه قوي، نردها لك في الافراح ان شاء الله. حبيبي فاتن عايزاك في حاجه سر لو سمحت. يا شيخ ايه؟ ما تروح تقول لها اي حاجه بدل ما انت واقف زي الهول ولا عمود السواري. اقول لها ايه بس يا توحه؟ قول لها كلمتين حلوين من البنات يحبوا يسمعوه. انت ايه عمرك ما علقت بنات وديتهم اسطوانه؟ دي هديه فرح، حطها لها تحت المخده عشان تبقى اخر هديه تشوفها تنام تحلم بيه.
دي هتتجنن بيها، مش هتحلم بيها بس. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. احنا عندنا في المصنع يجي اكتر من 50 عامل في الورديه الواحده، نصهم تقريبا من البنات. اصلي بابا السنتين اللي فاتوا عمل توسعات كبيره قوي، ده حتى بيفكر اليومين دول يعمل ملحق جديد للمصنع وكان معرض كده عشان نتصرف فيهم من التاني. وانا بقى اللي هشرف عليهم كلهم. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. انت طيبه يا ماما، ربنا يخليكي. وانت نايمه بالليل تيجي كده تحت المخده هتلاقي الهديه بتاعتك. ميرسي يا طنط، تسلمي لي يا رب. يا بنات مش داعي ميلاد، ليه مش بتهيصوا كده؟ اعملوا لنا منظر شويه كده. مشي يا غلطان. تعالي شايفه توحه رقصها بيه ازاي؟ مش عارفه، عندي احساس غريب انها بتغير من فرح وعايزه تعمل اي حاجه عشان تبقى احسن منها.